فيصل الشهراني بعمر 25 سنة، عرف عن نفسك في نصف دقيقة. فيصل بن فايز الشهراني من محافظة بيشة، شاعر ومتحدث وعنده طموح بإذن الله يوصل له. فيصل، ثلاث شهور، ثلاث كلمات، كيف تقنع الجمهور أنه بيستمعك ثلاث شهور وانت ثلاث كلمات قلت لي؟ بإذن الله أني أمس يمكن 30%، اليوم 50%، بكرة 5%. لا، بإذن الله دام فيه زيادة من البداية فإن شاء الله نوصل للطموح اللي نبيه. عبد العزيز توي حكي إنه بيسوي وأنت بتحكي إنك بتسوي، كلكم تحلمون أحلام ما شفت فيها أي شيء. فيصل، حاول إنك أنت تقنع إنك سوف تستطيع أن تثبت. ثلاث شهور كلامك فيصل حتى الحين ما أقنعني. أنت شاعر، متحدث، محفز. وين المتحدث؟ متحدث هو اللي أمامك الآن. أنا حطيت لي طموح وحددت المسار. المسار هو من هالقناه ومن هالمنبر بإذن الله أن يوصل له، والشيء يبنى حبة حبة بإذن الله. إدارة أعمال، أنت تعرف تدير أصدقائك، تعرف تقدر تسيطر عليهم، تعرف تقدر تحاكيهم؟ بإذن الله، بإذن الله أنا أقدر إن شاء الله. الرغبات ليست كحقيقة، كثير من الناس تصادموا وما قدروا يستمرون طبعوا. هل أنت حتكون مستمر ونشوفك إن شاء الله السنة الجاية؟ والله أنا أشوف نفسي بإذن الله أني راح أكون مؤثر في هالبرنامج وراح أوصل بإذن الله للطموح اللي أنا به، على يقين بإذن الله. سمعنا بيتين بسرعة. يقولي بالله أني حزين وضايق مرة، الضيقة اللي عسى الله ما يحييها، استصغر الجرح وثر الجرح ذا كبره، يثر على نفسي الفلتة ويذيها، معادلي في دياره للونس جرة، شدت ركابي عن الديرة وهاليها، مشتاق لأيام لا حلوة ولا مرة لكن هاشلة من اللي عايشون فيها. سلامتكم فيصل. لبيك. تقول قدوتي زياد الشهراني. زياد متحدث. زياد الشهري عفوا. زياد متحدث، قوي، شخصية تجذبك في أي مكان. هل أنت وصلت 5% من؟ هذه البداية الآن بإذن الله. أنا جيت في المسار اللي كان فيه هو بإذن الله، والطموح اللي كان هو يبيه، وهو عنده طموحات. أنا أبي أوصل بإذن الله للشيء اللي أنا أشوف زياد بإذن الله فيه، لأني أحبه وأشوفه قدوة بإذن الله في هالمجال. فيصل. لبيك. في واحد جالس يشوفنا في الشاشة يقول يا أخي فيصل هذا أحس أنه تعبية عدد، كيف تقنعه أنك أنت مو تعبية عدد وأنك أنت متسابق سوف تكون رقم واحد في برنامج؟ بسرعة أقنعه. إن الله أحياني تقنعه الأيام بإذن الله في المستقبل الجاي في هالبرنامج بإذن الله، ونرجع مرة ثانية نجلس على نفس هالمنبر وأتذكر هالكلام وأقول. فيصل، هل هي أمنيات تصنع معجزات؟ هي الأمنيات الإنسان يتمنى ويوصل للشيء اللي يبيه، وإذا وصل للشيء اللي يبيه فله بمعجزة، هذا طموح ووصل له. فيصل. لبيك. كثير منا متحدث في أمنيات لكنه ينصدم بالواقع. يعني الإنسان يحلم أنه يكون طيار وآخر شيء يكون موظف كاتب في أي دائرة حكومية. يعني مو كل ما نتمناه ندركه. أنا قدمت كم مرة في هالبرنامج وأنا وياه نشوف نحن شركاء، قد يجمع الله الشتتين بعدما ظنا كل الظن ألا تلاقيا بإذن الله. أنا كم مرة شاركت ولا الله كتب، لكن بإذن الله عندي أمل بالله كبير أن هالشيء بداية النجاح بإذن الله. فيصل، هل أنت اجتماعي؟ إيه الحمد لله. فيصل، في 99 متسابق، كيف أتأكد أنك أنت حتستمر وأن الثانيين لا يستحقون أن يكونوا موجودين وأنك أنت تستحق؟ إيش الموهبة اللي تمتلكها بترشحك تصير أفضل منهم؟ كل واحد دخل هنا عنده موهبة. أنا دخلت أنافس في موهبتي هذه اللي هي الشعر، وأنا الحمد لله أملك شعر حقيقي، وبإذن الله أني أوصل. فيصل، أنت تفكر في كل كلمة تقول أقولها. التفكير هنا يسبب جنون ويسبب إرهاق.
مو احسب لك ترجع بيشا؟ والله شوف رجعت البيشا فهذول ربعي وهلي والحراره ترجع دائما للاوكار اللي تطلع منها، ولكن انا التفكير على طاري التفكير انا ما عندي مشكله الا في حاجه وانا تاقلمت معها، انا عندي التفكير الزايد. لما اجلس في هالمكان انا افكر الان باذن الله بعد ما ندخل البرنامج باذن الله، لاني على يقين باذن الله اني بدخل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا. مزيد العنزي.